اي بي جيمنج وفيديو جديد. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ يعني وحشني جدا جدا جدا. وقبل ما نبدا فيديو النهارده، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا باين من النبره بتاعتي اللي انا يعني متضايق بصراحه، متضايق شويه، بس الصراحه ابطال انا مش عارف، حاسس ان انا ممكن ما اقدرش اصور لكم فيديوهات روبلوكس تاني بسبب اللي حصل لي ده، لان اللي حصل لي حاجه غريبه، وانا حاسس ان انا كنت يعني انا حاسس فعلا ان انا متوقع كان يحصل لي ده، لان انا يعتبر اول يعني يوتيوبر عربي يعمل عن موضوع الهاك ده. حتى لو جيتوا دلوقتي جيتوا مثلا كتبتوا ديس دولي او الاسم التاني بتاع الحساب اللي هو تقريبا اختها او هي اللي عامله الحساب، يعني مش هنختلف، يعني هتلاقوا الفيديوهات بتاعتي ظهرت في الاول. يعني الفيديوهات بتاعتي وصلت لاجانب، واكيد الفيديوهات بتاعتي وصلت لشركة روبلوكس. وطبعا اكيد شركة روبلوكس لما شافت كده ممكن يكونوا يعني حاولوا يجيبوا طبعا حسابي، او انا عرضت حسابي طبعا في فيديو من الفيديوهات، وهم اكيد عارفينه خدوه، وممكن يكونوا تقريبا عملوا يعني اما عملوا ليا بان. فبصراحة ابطال انا متفاجئ للي حصل لي ده. طبعا انتوا شايفين قدامكم اللي مفيش اي جيم بلاي، شايفين قدامكم يعني انا اللي انا اكني مش عندي اي حساب، ولسه بعمل حساب من اول وجديد، او بعمل جون للحساب بتاعي، او بعمل لوجن للحساب بتاعي. حاليا دلوقتي هدخل وهقول لكم الرساله اللي بتجيلي. طبعا يا ابطال انا دلوقتي فتحت حسابي وجاب لي الحركه دي، مش عارف بيقول لي انترنال سيرفر ايرور، ما اعرفش 500 ايه وحاجات كده غريبه. بصراحه انا بحثت عن المشكله دي وحاولت احلها بنفسي، لكن لقيت 5 بس منزلين المشكله، وهم يعني بيقولوا حد يحلها لنا، حد يحلها لنا، اللي هم فعلا المشكله دي تقريبا جديده اول مره تحصل. فمعرفش هل اللي قالوا اللي نزلوا الفيديو دول على اليوتيوب هل دول اتهكروا مثلا يعني زي، ولا خدوا بان من الشركه، ولا هم بيعملوا تعديلات علينا احنا بس. الموضوع غريب، انا مش فاهم حاجه الصراحه. وكمان قبل ما اصور الفيديو ده انا كنت دخلت في سيرفر ديسكورد اي بي جيمنج، ودخلت اتكلمت مع الابطال وعرضت لهم المشكله، وكل واحد بصراحه قال لي حل. فبجد يعني هم كلهم بيحاولوا يساعدوني، وقالوا لي استعمل جهاز تاني، وانا بالفعل عملت كده واستعملت جهاز تاني اللي هو جهاز اخويا. وبعد ما استعملت جهاز اخويا جاب لي نفس الرساله، يعني جاب لي نفس الرساله، حاجه غريبه جدا. فبصراحه مش عارف هو ايه الحل. هل انا هقدر اصور فيديوهات روبلوكس تاني؟ هل المشكله دي ممكن تتحل يعني في خلال قد ايه عشان اقدر ان انا يعني اقدر يعني ارجع اصور لكم فيديوهات تاني؟ كده كده يعني انا كده كده يعني برضك مصور فيديوهات قديمه، فالفيديوهات القديمه دي بتنزل كل يوم الساعه 8 مساء بتوقيت مصر، وانا حاليا بصراحه مش عارف ارجع لكم ازاي ان انا ممكن مصورش تاني او لحد ما المشكله تتحل. فيا ريت يا ابطال اي حد يعرف حل المشكله دي يدخل يتواصل معايا، اما على الانستجرام او الديسكورد، ونتكلم مع بعضينا وافهم بجد ليه حصل كده. هل فعلا عشان انا اللي اتكلمت عن الهاكر وجايب اعلى مشاهدات على الموضوع ده، وما شاء الله يعني جايب تفاعل قوي جدا على الموضوع ده، فعشان كده ممكن تكون شركه روبلوكس او حد من المدير بتاع شركه روبلوكس او الهاك اللي الناس بتقول عليه مش حقيقي، ممكن يكون هو اللي قال لهم او هو اللي هكر حسابي؟ مش عارف بصراحه ابطال. انا في الفيديو ده طالع اتكلم معاكم دردشه كده عاديه، ومفيش جيم بلاي ومفيش اي حاجه، وطالع بدردش معاكم. وبجد بجد اللي لا اي حل يا ريت يقولوا لي تحت في الكومنتات، وانا هقرا كل الكومنتات يعني كالعاده، انا بقرا كل الكومنتات الابطال. وبرضك يعني انا كلمت شركه روبلوكس وقلت لها على المشكله دي، وخدت سكرين شوت من يعني المشكله، وبعت لهم رساله بالانجليزي على الجيميل اللي هم حاطينه. لو انتوا جيتوا هنا شفتوا هتلاقوا مكتوب، هنيجي هنا ابطال كده نترجم، هنلاقي مكتوب ايه، هنيجي نزوم كده الصفحه، هنلاقي مكتوب اذا استمر تلقي هذه الصفحه، يعني لو الصفحه دي فضلت تجيلك كتير فيرجى الاتصال بخدمه العملاء على info@roblox.com. وانا بالفعل عملت كده وكلمتهم على الجيميل، ومستني ردهم بصراحه، واول ما هيردوا انا هقول لكم على طول ايه اللي حصل، لان في ناس اجانب وفي ناس
يعني ممكن يكون ناس عرب حصل لهم الموضوع ده، انا اكيد انا مش العربي الوحيد يعني اللي حصل له المشكله دي في ايميله. وكمان يا ابطال في حد يعني من ابطال الجيمينج قال لي ان ممكن يكون في ناس يعني عملوا لك ابلاغ، يعني هل فعلا ده حقيقي؟ اللي هو ممكن يكون بجد ناس دخلت على الايميل ومستقصداني وقاعدين بيعملوا لي روبورتات كتير على الحساب بتاعي والحساب اتقفل كده بسهوله، ولا ممكن يعني نفترض برضك اللي روبلوكس بتعمل تحديث؟ بس المشكله لو بتعمل تحديث يعني بتعمل تحديث عليا انا، اشمعنى جت عليا؟ طب ما تفتح عادي. موضوع غريب وصراحة ابطال ومقلق جدا ومقلقني جدا. فابطال لو حد يعرف يحل له المشكله دي يكتب لي تحت في الكومنتات ويقول لي المشكله دي تتحل ازاي، لان بجد ابطال محتاج مساعدتكم جدا. فبس كده ابطال، فيديو النهارده خلص. يعني مش عارف والله اقول اتمنى عجبكم فيديو النهارده، لان فيديو النهارده يعني حزين جدا وانا بصراحه متضايق ومش عارف بجد هل هيرجع ولا لا. مش تحطوا لايك للفيديو، واهم حاجه تقول لي تحت في الكومنتات ايه الحل، يعني حتى لو تشاركني باي حاجه ممكن فعلا يكون الكومنت اللي انت تكتبه ده يكون بجد حل ليا ويحل المشكله دي. وبس كده، اي بي جيمنج، ابطال الجيمنج، وسلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ايوه جدع، الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى، اوه اديله، اوه يلا ولا